بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. جايبالكم بقى حاجة هنضرب 3 عصافير بحجر واحد. ايه هما بقى ال3 عصافير؟ ريحة النفس، او ريحة النفس البقي يعني، ريحة النفس الكريهة، والعرق، والغازات اللي ريحتها كريهة جدا. ودي طبعا بتبقى بسبب ايه؟ بكتيريا الضارة بتبقى كتير في الجسم، او بسبب مشاكل في الكبد، او مشاكل في القولون او المعدة، او الصيام لفترات طويلة. بنحتاج برضو حاجة تعقم الفم وتقلل البكتيريا اللي في الفم. هي ما بتبقاش يعني ضارة اللي في الفم من الصيام او الكيتو، بس الواحد بيتضايق. فالمشروب اللي انا هقول لكم عليه ده قنبلة، بجد حاجة مفيدة جدا والله بقى. يعني انا وانا بحضر فطوري بروح شربة برضو شوية منه، وهو بقى ايه؟ مخلل. المخلل اللي احنا بنعمله في البيت اهو، ده انا عاملاه اهو، مش عارفة باين اهو ارنبي ده. بس ده مش مخلل عليه خل، ده مية وملح الهملايا وأرنبيط بس. برضو تخمير الخيار بنفس الحكاية، الخيار ومية مغلية نسيبها لما تبرد، وبعدين ندوب فيها ملح الهملايا ونحطها على الخيار. أي خضروات بتخمروها بتضاعف فيتامينات والمعادن اللي فيها 1000000%، مش 10 أضعاف، لا كتير قوي. وعن تجربة، وانا بقى انتوا عارفين ان انا بكلمكم عن تجربة. طيب هتعمل ايه دي؟ العصافير هتتضرب ازاي؟ هقول لكم بقى. احنا لما بنشرب المية دي بنستفيد فيتامينات ومعادن طبعا، وفي نفس الوقت بنغذي البكتيريا النافعة، بنطهر الكبد والمعاء وكل الجسم من السموم طبعا مع الصيام المتقطع. اهو انا بعمل كده، باخد شوية اهو. انتوا عارفين ما بعرفش اصور نفسي، فعشان كده بعمل الفيديو كده. هشربهم اهو. سمعتوا الصوت؟ اديني شربته. اعملوا تخمير للخضروات، اي خضروات بتحبوها خمروها، ما نحطش خل، ميه وملح الهيمالايا او ملح البحر بس. وكده ضربنا عصافير كتير بحجر بشوية مية مليانة فيتامينات ومعادن وبتغذي البكتيريا النافعة. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ولو في اي حاجة في التعليقات اسألوني، هرد عليكم. وحشتوني وبحبكم.